بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد آخر جزء من الخواص بتاعت السويل، اللي هي الخواص أو العلاقات الرئيسية بتاعت السويل، اللي هي Principle of Soil Properties. وهنتكلم عن اليونت ويت. زي ما قلت المرة اللي فاتت، دي أهم خاصية من خواص التربة، أو ساعات بيسموها الدنستي. بس في فرق بين الدنستي وبين اليونت ويت. إيه الفرق؟ الفرق ان انت عندك التربة ليها كتلة ماس وليها ايه وزن. لو انت قسمت الوزن على الحجم هو ده اليونت ويت، لكن لو قسمت الماس على الحجم فهو ده الايه الدنستي. خلي بالك ان انت لو شغال بالمتريك يونتس هي هيها الدبليو هي هيها الايه الماس، قيمها هتبقى واحد. يعني لو قلت واحد طن على المتر المكعب ده يونت ويت، هو واحد طن على المتر مكعب بس بالايه ماس. لكن لو هنشتغل بقى بالوحدات الدولية لا تفرق، هتلاقي ان اليونت ويت اللي هي الجاما بيسموها جاما، لكن دي بيسموها الايه الرو. فالجاما بتساوي مين؟ الجي اللي هي العجلة الجاذبية الارضية في مين؟ في الرو. ده الفرق بين اليونت ويت وما بين مين؟ الدينستي. فالجاما اي جاما في الدنيا، الجاما الطبيعية عبارة عن التوتال ويت على التوتال فوليوم، الدبليو على الفي. وزي ما انت خدت قبل كده ان احنا عندنا اربع انواع من الجامات. في عندنا جاما دراي اللي هي التربه بتاعتي بتبقى فيها فراغات فقط، فالجاما دراي بتاعتها القانون بتاعها اللي انت لازم تحفظه جي اس على واحد زائد اي في جاما ووتر. اما الجاما ساتوريتد فهي جاما ووتر في جي اس زائد واحد على واحد زائد اي. الجاما ويت اللي هي فيها دينا مليانه ميه، ساتوريتد مليانه ميه، لكن ويت فيها ميه وفيها هواء، فعشان كده عباره عن جاما ووتر في جي اس واحد زائد ووتر كونتنت على واحد زائد اي. طيب ما انت لو ضربت جي اس في الووتر كونتنت، جي اس في الووتر كونتنت تدينا الاس في اي اللي احنا اثبتناها في المحاضره اللي فاتت. فممكن اقول ان الجاما ويت بتساوي جي اس زائد اس في اي على واحد زائد اي. يعني مفروض ان الجاما ويت لو تبص كده للشكل ده وتبص للشكل ده، ممكن تاخد الحته دي كده وتسميها جاما دراي، فبقت جاما دراي في واحد زائد ووتر كونتنت. يعني جاما ويت بتساوي جاما دراي في واحد زائد ووتر كونتنت. اما الجاما سبمرجد فهي برضك الفراغات كلها مليانه ميه، فبتساوي الدبليو بتاعتي توتال على الفي توتال ناقص الجاما ووتر، والقانون بتاعها اللي هو جي اس ناقص واحد على واحد زائد مين اي. او ممكن اقول ان هي الجاما سبمرجد بتساوي الجاما ساتوريتد ناقص مين؟ جاما ووتر. قال لا ازاي الكلام ده يا دكتور؟ ازاي تقول لي ان دي مليانه ميه ودي مليانه ميه ودي حاجه ودي حاجه؟ ايه الفرق ما بينهم؟ عشان تفهم الفرق ما بينهم اقول لك الاتي. طبعا دي العلاقات اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي كلها. ادي الايه الجاما دراي القانون بتاعها، جاما ساتوريتد دبليو توتال، وادي الجاما مين؟ الجاما بارش، ساعات بيسموها بارش ساتوريتد، ساعات بيسموها ويت، ساعات بيسموها مويست سويل، ساعات بيسموها بالك. دي بيبقى فيها هواء وفيها ايه ميه، لكن شوف دي مليانه ميه ودي مليانه ميه. نرجع لسؤالنا الاساسي، قال ايه الفرق؟ ما دي مليانه ميه ودي مليانه ميه. عشان تعرف ايه الفرق بص للرسمه ديت. ده سطح الارض بتاعك، وده عندنا هنا حاجه اسمها الايه المنسوب المياه الايه الارضيه. منسوب المياه الأرضية التربة هنا الفراغات بتاعتي زي ما انت شايف مليانة كلها بالمية، بس نتيجة مين؟ الغمر. فبتخضع هنا لقاعدة أرشميدس اللي هو قانون الطفو، يعني فاهم؟ يعني في قوة بتأثر على التربة لفوق. ليه؟ عشان دي مغمورة تحت المية. أما هنا ممكن الخاصية الشعرية تطلع الترب تطلع مية في الفراغات دي، فيبقى في جزء هنا مليان كله مية بس نتيجة الخاصية الايه الشعرية أو الكابيلوري بتاعتنا. في بص بقى الجزء اللي في الاخر دوت، ده اللي هي ساتوريتد. في جزء هنا في ميه وفي جزء ما طلعلوش ميه، ميه ومن غير ميه، فده بيسموه جاما ويت. في حته فوق خالص اهيت ما وصلهاش ميه خالص، فعشان كده دي اسمها دراي. يبقى الفرق بين الساتوريتد والسبمرجد هي طريقه ملو الفراغات. هما الاثنين الفراغات بتاعتهم مليانه، بس في واحده مليانه نتيجه الخاصيه الشعريه زي ما هندرسها في الهيدروليك بروبرتيز، وفي جزء خاص بالايه او السبمرجد ديت نتيجه الغمر او نتيجه ان هي تحت منسوب الميه. كده انت خلصت المين ريليشنز المهمه في السويل ميكانكس. طبعا في ريليشن تانية كتير، بس انا اللي انت مطالب بيه هو الجزء دوت فقط. شكرا.